السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض كبد الفراخ والقوانص بطريقة جميلة جدا وأكلة سريعة مش هتاخد منك ربع ساعة. يلا بينا نشوف الطريقة ايه. أول حاجة أنا قطعت الكبد والقوانص وتبلتهم بالكمون وفصين ثوم مفرومين وثلاث ليمونات وسبتهم شوية كده قبل ما اطبخهم. وهنا مقطعه طماطم وبصل وفلفل. هنحط معلقتين سمنه او زيت نسيبهم يسخنوا كويس وبعدين هننزل الكبد. مش هنقلب فيها كتير يعني هنسيبها كده بس اول ما تاخد لون الوش ده نقلب الوش التاني. دلوقتي هنزل بالخضار عليها وقلبها شويه وهتبلها بقى. نحط عليها الملح والكمون معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون. بس أطعم حاجة إنك تتبليها الأول شوية قبل ما تطبخيها في الكمون والليمون وفصين ثوم مفرومين. دول بيدوها طعم جديد وطعم حلو جدا. لو اطفالك مش بيحبوا طعم الكبده قوي يبان فالليمون والكمون لما تتنقع فيهم شويه بتخليها طعمها جميل جدا. انا مش هوطي النار عليها هسيبها عاليه عشان خاطر ما تنزلش ميه. هي كده خلاص استوت بتستوي بسرعه. يلا بينا نقدمها. بس كده اكله سريعه خلصت بسرعه طعمها جميل جدا والليمون طعمه باين فيها كده عشان اتبل فيها شويه وبألف هنا. لو الفيديو عجبكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد.